كيفن مان تو مان ارتانا سول عم يدافع على ديوب ديوب بياخذ ستيدي هولي بيسجل ديوب ريس شو هسا ريبون دفاع جديد ديوب عم ياخذ هون سريعه سريعه اوه مش معقول بكبها لقدام وائل عرقجي بالفاست بريك يلا يا وائل بيعطي التمريره بتوصل لمين لريس الثالثه يا ديوب الثالثه يا ديوب بيسجل الثالثه ديوب ما حسبوها ما حسبوها علي منصور على ارض الملعب فور كريم زينون بعتقد اكيد عم يعطي التقدم من جديد ديوب ريس نقطه العشره نقطه العرقجي من جديد ليك ديوب ديوب عم يطلب الطابه بيستلم ديوب ريس تحت السله بسجل ما معقول هاللاعب بسجلهم ديوب بسجل فريترو الاولي ريث بسنبس بطولة لبنان 78% برسنتج مسجل 25 من 32 بسجل اثنين برافو يا ريس دقايق لنهاية الكوارتر الثاني علي بيعطي ريس بيبرم بسدد بسجل صح واحد فيري اكسبلوسيف هي فولوز ذا جيم مثل كليف الكسندر وهذا بيقدر يخلق لحاله سلاته ويخلق مشاكل مع انه في فرق بالسايز يعني عم تحكي مترين و11 مترين وثلاثة ايه فرق كتير كبير بالسايز ديوب بسجل 2 من 2 ايه بالمينيموم خلينا نقول بس يعني صار الفرق 6 نقط كوتش بطلت يعني كتير مريحه القصه شوفوا هون شو حلو الدرايف شو حلو الدرايف بسجل ديوب كتير مهم هيدي النقطه مهمه لنكسر شوي بسجل الثاني برافو يا ديوب جيم رح يربحوه هون حلو كثير هالدرايف ديوب ريس بيخترق بيوصل على السله بسجل ديوب بيعطي ميلتين من الملعب من الهجوم وبالدفاع ريس برد برد ديوب ريس الرابع ديفنسيف ستوب بسجل الاول ديوب الفرق بطلعه لسته 31 نقطة هداف الجيم عم يكون لهلا يلا يا ريس الثانية كمان بسجل الثاني كمان ديوب ريس 83 ريس بسجل 33 بسجل كمان ديوب